أول محاكمة النهاردة بدأت بإجراءات يعني لا تنبت باستمرار يعني محاكمة تؤدي إلى عدالة. أولا الجيش لم ينسق مع نقابة المحامين، الأمر الذي أدى إن عدد كبير من السادة زملاء المحامين اللي هم مدعين بالحق المدني ما عرفوش وإذا مكنوا من دخول الجلسة. الأمر الثاني إن هيئة المحكمة الموقرة تعاملت مع الدعوة وكأنها دعوة تعويض بالنسبة للشهداء، وصرح بذلك إن هو مش عايز يأخر التعويض للمدعين بالحق المدني، وهذا ما قرره لأستاذنا الدكتور عوض محمد الفقيه والأستاذ ورئيس القسم الأسبق للقسم الجنائي بكلية الحقوق. إلا إن إحنا فوجئنا إن المحكمة بتقول له لو ممكن أحيل الدعوة المدنية عشان ما أخلكمش التعويض. فالقاضي بيتعامل مع الدعوة كأن الدعوة دي قضية تعويض، إنما ما تعاملش معها لأنها قضية رأي عام خطيرة يعني تستاهل وتستوجب مكانة كبيرة لهذا الوطن ولا سيما بعد الثورة. كون إن رئيس المحكمة يأجل يوم 20/6 مع الإفراج عن الأول والثاني اللواءات ده امر مرفوض. هو اللي هو مدير الامن ومدير الامن المركزي ابراهيم اللي هو اترقى لو مساعد وزير الشؤون الاجتماعيه، والثاني عادل اللقاني اللي كان ماسك امن مركزي في اسكندريه النهارده بقى ماسك امن مركزي في مصر كلها. فالاثنين اللي اترقوا دولت اخذوا مكافاه عن قتل الثوار، اخذوا مكافاه عن قتل الثوار. اما عن مصطفى تامي كنا هو يخطرنا احنا كدفاع عن الشهداء اللي هو السكرتير عليهم يقول لنا اعلنوا اعلن وانت مش عارف تجيب ضابط تعمل له ضبط واحضر اعلنوا فين واجيبه منين، ده هو في الدعوه نفسها ملوش محل عمل. لما بيجي يسال عن محل عمل يقول معلوم لدى جهه الاداره، اجيبه منين وساكن فين عشان اعلنه. الامر الثالث ان هو علشان يحجز الثلاثه اللي هم الثاني الثالث والخامس والسادس لان الرابع هربان مصطفى الثاني دوت امر يعني ممكن يكون في شيء من اللي احنا كنا بنرجوه بالنسبه للاول والثاني. ان شاء الله انا متخيل ان لازم المحاكمه تكون في مكان اوسع من كده، انها تكون علنيه ويكون في شاشات، لان اولياء الدم عايزين يشوفوا المحاكمه وده حقهم. اب لا ابنه قتل، ام عايزه تشوف ابنها محاكمته شكلها عامله ازاي؟ ما تمنعش تحقيق وما تمنعش اعلان، وده شيء لازم نتمسك به في الجلسه.